يعني لدى السيد الكاظم منذ اللحظة التي أعلن عنه عن محاولة الاغتيال لديه دعم كبير وشعبي جدا. بالمناسبة حتى الطرف الراديكالي من تشرين سكت وقال هذا استهداف ليس للسيد الكاظمي وإنما لمنصب المنصب التنفيذي الأول، يعني السيادة، رمز السيادة العراقية. تشرين سكتت وقالت لنحيد هذه المعركة الآن، لننتظر وكلنا مع السيد الكاظمي إذا اتخذ موقف قوي ضد هذه الجهات. عندك بيان السيد الصدر ايضا وموقف القوي والداعم للسيد الكاظمي، عندك ايضا بيانات العالم كله، دول العالم كله، الامم المتحده، دول الاقليم، دول العالم كله مسانده. اذا تلاحظ ايضا بنظره بسيطه للسوشيال ميديا تجد انه المجتمع العراقي كله مع السيد الكاظمي في هذه اللحظه، لكن للاسف لم يستغلها، لم يصنع لحظه تشبه لحظه 14 اذار في لبنان. والسبب كما قلت هذين العاملين اللي يعتقد بهم السيد الكاظمي.